لا حول ولا قوة إلا بالله، ما علينا إلا نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بزاف ديال الناس، بزاف ديال النساء اللي كيتعرضوا للخيانة، بزاف ديال الناس اللي كيتصدموا في الرجالات ديالهم من بعد ما يعني فناو الشباب ديالهم على قبلهم، كيضحيوا على قبلهم وفي الأخير كيخونوهم. ما نقولوش حنا غير هذا الجانب ديال الرجال، كاين كذلك حتى النساء اللي كيخونوا الرجال ديالهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. صراحة الإنسان لكن غير يتزوج غير باش أنه يمشي الحرام او لا شي حاجه، فمن الاحسن ما يتزوج ويضيع ديك بنت الناس ولا يمشي يصدم داك ولد الناس. يعني كلنا كنعيشوا في واحد الحوايج اللي صراحه صعيبه بزاف بزاف، ما بقيناش كنتقبلوها، ولينا كنشوفوا شي حوايج اللي الصراحه خايبين خايبين بزاف بزاف. فاليوم متابعينا الكرام كنتصدموا بالخيانه ديال ميزا فلوغ من طرف الزوج ديالها. يعني الزوج ديالها كان كيخونها كيف ما قالت هي في واحد اللايف اللي خرجت به عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام. قالت ما كاينش شي امراه اللي ما تعرضتش للخيانه من طرف الزوج ديالها، انا كذلك تعرضت للخيانه من الاخ ديالي، من الزوج ديالي، من الاخت ديالي. يعني قالتها بهذا الحرف هذا، وكذلك هضرت حتى على واحد السيده اللي كانت كتعرفها بانها كانت عايشه هي والزوج ديالها بخير وعلى خير، حتى كتفاجئ انه ولاو مشاكل بيناتهم، انه ولا كيخونها. يعني بزاف ديال الحوايج. فالله يهدينا يا ربي، الله يهديكم، الله يهديكم هاد الناس اللي كيديروا هاد الشيء هذا. فكنتمنى الله يهديكم. هاد الشيء راه ما غاديين منه حتى شي حاجه. مزوجين عندكم وليدات، الحمد لله وشكروه، خاصكم تحبوا يكون بيناتكم الاحترام والود والصبر. حيت الانسان الا ما صبر ما غادي يدير حتى شي حاجه في الحياه ديالو. على الاقل الا ما فكرتيش في راسك وفي الزوجه ديالك، على الاقل فكر في دوك الوليدات اللي خاصك تربيهم واحد التربيه اللي صالحه، واحد التربيه اللي زوينه بزاف بزاف. الله يهدينا جميعا. فحتى لهنا متابعينا الكرام كنكون وصلت لنهايه الفيديو، كنشكركم على المتابعه والاستماع، كنقول لكم السلام عليكم، خليتكم على خير ولقاكم فيديو جديد باذن الله، تكونوا كتشاهدوه نتوما بصحه جيده. فبسلام عليكم.